يا جماعة والله ودي أخربها وأطب عليهم هم نايمين. جرب يا أخي جرب. ما في كلايم سلولي. أمزح أمزح أمزح. أوه صاحبة البيت رجعت، والله رجعت. شرطة ليت ليت ليت. إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، عسل كله بخير وصحة وسلامة، حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة الحرامية. قبل ما ابدا المقطع اشكر احمد محمد وهنتر فيلج اكبر داعم ومحمد زعيم روقان وقناة العمدة. على العموم جميع من كتب في الكومنتات وجميع من نشر الفيديو اشكركم جزيل الشكر، والله هذا الدعم يسوى لي الكثير ويعني لي الكثير، اتمنى انه ما يوقف هنا وتستمرون في الدعم ان شاء الله. وخلونا نبدا. وش جابنا هنا؟ تقريبا اخر مره انهينا الحلقه هنا عند وصلنا يا طول العمر اخر مره 622 دولار، والمشن يقول لي فوق على اليمين ليرن اجيلتي ليفل 2. حلوين، يذكرني بالسكيل بوينت الظاهر. طيب السكيل بوينت عندنا الاجيلتي هنا، لو تتذكرون اخر مره وصلنا للنقطه هذه والحين يمديني اشطح يمين او اشطح يسار، فهم يبوني اتجاه الاجيلتي. الشغله الثانيه هنا تبين لي شغلات اكثر اني اشوفها واقدر اسرقها، ولكن الجهه اليسار يبين لي الاجيلتي. وش هي الاجيلتي؟ استعانه بجوجل. على العموم ما حد شاف الاجلتي، طلعت رشاقة اللاعب، وطبعا انا حرامي فلازم اكون رشيق، فاجلتي ليفل 2 ما اقدر اوصل لها حاليا، ولكن اللي هو كلايم فينس، لان اتذكر يوم تصلبي اخر مرة كان يقول لي المشينات راح تحتاج انك تتسلق شغلات وكذا. فعلى العموم نحتاج اجلتي ليفل 2، والحين بس نقدر على ليفل 1، نحتاج سكيل بوينت، لازم نسرق بيوت اكثر عشان نعرف نجمع السكيل بوينت. طيب جيت المكان هنا عندي في البيت، ودي اشوف الادوات اللي يمديني اشتريها، ممكن يحتاج DIY وممكن يحتاج اللوك بيك هذا، فعشان لو ال 1200 اجلتي ليفل 2 اتوقع بعد ما اخلص السكيل بوينت اللي قبل شوي راح يطلب مني اني اشتري الكلايمبينج جلوفز اللي هو عشان اتسلق ب 1200، فاحتاج فلوس. حاول نزرف لنا بيت على السريع عشان نجمع السكيل بوينت ونوصل للمشن او نخلص المشن. الساعة 4:30 الصباح يا حبيبي او 4:30 العصر اقرب بيت. وقف، ايوه تشوفون هالمكان حق الكاميرا، اتذكر هالبيت جيته من قبل وفيه واحد ناشب هناك. على العموم راح نشوف ايش نحتاج هنا. ميني الكتريك، اوه هذه البيوت الرايقة، هذه البيوت الفخمة، انا طبيت في زاوية صعبة صراحة. راح نشوف البيوت كذا القديمة شوي اللي ممكن يطب عليها. اول مرة اشوف حرامي الساعة 4:30 يسرق، بس يلا. اوه تذكرون هالبيت يا جماعة وين؟ هذا اي والله الحلقة الماضية كنت هنا صح؟ بس اتذكر في شغلات كثير ما كفت الشنطة اني اشلها، فراح انام. الساعة كم كانوا ينامون؟ او الساعة كم كانوا يطلعون برا البيت؟ انا ليش جالس اخمن؟ هذا بيت 113، الساعة 12 AM out. حلوين 12 AM، المفروض يكونون برا الحين. يا رب ان المكان مش مشبوه على اساس انه بيت ابوي يا رجال، بس يلا. بسم الله. مفروض انه ما حد يكون في البيت، مفروض. يا جماعة نايمين 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 نايمين. ودريشة مفتوحة ونايمين. هذا وش يسوي؟ شوف اللي ما تشوفه ما يشوفك. اوه بلا قلة حياة، احنا حرامية بس ما نتشوف في الناس وهم نايمين، ف تخيل واقدر اطب عليهم وهم نايمين كذا، اتوقع ما راح يشوفوني. يا اخي مفروض نايمين يا جماعة. ما ظهر لي في السجل فوق على اليمين انهم نايمين. يا جماعة والله ودي اخربها واطب عليهم وهم نايمين. جرب يا اخي جرب. ما في كلايم سلولي. امزح امزح امزح. خرب بيته. طيب حرامي المفروض يبسبس كذا بصوت. اركب اركب يا رجال اركب اركب. لا بارك الله فيك الدورية، انا للحين احاول اني اصمل والشرطه ما تمسكني. ايش المحاولات الفاشله هذه؟ اطب عليهم وهم نايمين. يا اخوي توكل على الله، عندك الساعه 12 بي ام مش 12 اي ام. هالمره وقفت بالريوس لانها قافله معي. العموم كانت 12 بي ام وانا صحيت الساعه 12 اي ام، فالنكبه هذه ان شاء الله ما راح تنعاد. اوبن سلولي احتياطا، كلوز سلولي. كانوا نايمين هنا يوم جبت العيد بس ما حد شاف. انا متاكد ان في شغلات كثير في البيت هذا ما زرفناها. خلنا نشوف وش عندهم هنا.
طبعا ما ودي اعبي الشنطه بشغلات ما لها داعي، ما اتذكر بكم هذه الشغلات. تعال هنا تعال هنا، وش عندهم؟ لا يا ايش اسمها؟ مش بيانو، جيتار. جيتار والله ما ادري كم سعره بس شكله فخم. المهم كم باقي لنا وقت؟ يا ليل، اخر واحد تكفى. اي حلو، اوبن سلولي. فلوس، هي شيل 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 جوال، شيل فلاور، شيل يا رجل. شنطة فل، شنطة فل، شيل الانترنت، راوتر، وش بعد؟ ريسيفر، ريسيفر، والله في ريسيفر بس. في واحد يشوفني من برا، في فلوس هنا. دقيقة، $50. وش بعد؟ في واحد ناشب لي، في واحد ناشب لي. صلحوا حمامهم بعد ما كسرته اتوقع. خلنا نشيل هذا اللي في الطريق اللي قبل شوي. وينه؟ نشيل هذا، وينه وينه؟ هذا هو، نشله. ما يمدينا نشيل، انفنتوري فل. اطلع قبل احد يشوفك، بسرعة بسرعة لانهم بيرجعون البيت الحين اتوقع. اوبن سلولي وكلوز. في واحد يشوفني، حسبي الله عليه. في واحد ناشب بيتصل بالشرطة على طول. شوف شوف الزحمة، شوف كمية العالم. اوه صاحبة البيت رجعت، والله رجعت. اوف الحمد لله اني طلعت. شرطة ليت. ايش؟ تننت، ما ادري، الزبده انها بلغت وعرفت ان في واحد سرق البيت. يا الله، دوريه طبعا تتاخر، اللهم لك الحمد في هذه اللعبه، ولا كانت ارتفع ضغطي من زمان في هاللعبه. راوتر، راوتر ب80، بيع. اولد ياماها جيتار، ياماها برضه ولا يوماها اسمها، المهم اولد يوماها جيتار، هذا هو $300. والله حلوه، مو همشي انا. يعني وصلنا ل1000 اذا ما خاب ظني. في شيء ثاني؟ دقيقه، في شيء ثاني ينباع؟ اي والله في شيء ثاني. لا ما في شيء ثاني. كار بارك، كار بارت عفوا. للاسف للحين ما سرقنا سيارات، ما وصلنا لهذه المرحله من السرقات. بيت 113 يقول لي بريك اور ستيل ذا بير ب$150. طبعا راح ارجع البيت وبسوي اكسبت للمشن. هذه الشغلات ليش كنت اسميها؟ كنت اسميها والله ما ادري، بس زبده الانتقاميه. اي المهمات الانتقاميه هذه، اللي يروح كسر بيوت خلق الله كذا ويعطونك $150 بلاش وانت اصلا رايح هناك عشان تسرق، فليش لا؟ ايش هذا المكان؟ ستورج. حلو، ستورج عندي فاضي، يمديني احط مثلا في شغلات كذا ما احتاجها. فرونت دور كي بيت 109، ايش احتاج فيه؟ حطها هنا. لوك بيك عندي 3 دي اي واي. حلو، الحين من هنا يمديني اعرف كم لوك بيك معي ومن هذا الكلام. دقيقة، مفتاح 109 يمكن احتاجه. بيت 109 اتوقع اذا ما خاب ظني اللي هو اول بيت زرفته في اللعبة. اي هذا هو بيت 109، فما اتوقع في له اي شيء الا لو في جلتش في اللعبة الله يجزاها خير، كذا في فلوس ولا شيء. الكروسبو طبعا تعطيها صقعة واحدة كذا وتدخل. ما اتوقع في شيء. فرونت دور معي المفتاح. يوز ذا كي. حلو. طبعا ما في يا ولد، والله ان اللعبه تقلش. بحصل فلوس انا، شو هنا لم تزبط معنا. طبعا هذه غلطه اني انام لين الساعه 12، بس المفروض انام لين بعد الساعه 12 او قبل الساعه 12 عشان احصل وقت كفايه وازرف على راحتي. اوه في فلوس الله يجزاهم خير، $15 $15. ويا الله معاي دقيقة بس كافية. كار بارك مدري ايش سترينج بليس، بس ما علينا، جاينا احنا ناخذ رسيفر بسرعة. والتلفزيون لازم نحمله كذا. سالفة طويلة، بس هذا تلفزيون جديد فمفروض حسبي الله بلغ على السيارة. يا اخي نشبات الجيران هذا، لو ربي انهم نشبات. صاحب البيت بيرجع وانا هنا، وربي توهقنا يا جماعة. بسرعة قبل الدورية تجي، بسرعة. شوف 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 النشبة اللي تتصل هذه، استغفر الله العظيم. يا جماعة الخير، انا بس جاي صلح تلفزيون، شركة تصليح تلفزيونات. شغل موتارك ودعس يا رجال، ادعس. دورية والله انها قريبة، كل ما تقرب مني اكثر كل ما قربت تصيد الحرامي الفاشل. يوه يا اخي وقف موترك بعيد وتعال في الليل. المشكلة هذا التوقيت خروجه من البيت الساعة 12 الظهر، ايش اسوي 12 الظهر؟ لو ايش اسوي بتبقى سرقة غبية. ما عليه،
هاف سكرتي تبس، هذا بيت 113 الروتين ما احتاجه. ففي بيوت كثير والله يمدينا نزرفها، خلاص بحول بروح بشوف بيوت ثانية. اول شيء قبل انسى خلنا ابيع الشغلات اللي عندنا اللي جبتها الحين. التلفزيون ما اتوقع راح اقدر ابيعه هنا، عندي تلفزيون هذا تشتري سمول تي في $120 والله يسوى اكثر شكله لانه جديد كذا. ف طيب الجوال ب50 من جدك والله ب50 هالجوال، يلا نبيع 50 بخمسة، مو هذا 8 من البيت القديم. رسيفر 140 نفس جو، حلو. تلفزيون 140 ولا كلهم نفس السعر، المهم ما علينا. سكر. وكم وصلنا؟ 1300. في تطور، وصلت ليفل 6 والله لسه باقي 108 من 156. عندنا بيوت ثانية مثلا ذا بيكرز 110، بيت 110 وبيت 112 يقول لي اللوت فيها 0 من 0. اللي كسرنا فيها الويندو ب$100. تعال، انا كان عندي ميشن اللي هو اكسر شيء في البيت 112 ونسيته، $150 يعطيني، فخليه بعدين. انا ودي اجرب شغله اللي هو بيوت مثلا 110 و112، ما ظهرت لي اي لوت في هالبيوت، في هالبيوت ما ظهر لي اي لوت. فودي اجرب اذا رحنا هذا الموقع مثلا وجينا على 110 و112، وين 110؟ ما اشوف 110 بس فيه موجود 112. فحلو، الحين خلنا ناخذ اللوت لوكيشن ب75. كوفي ماشين ان ذا كيتشن، حلو، يعني سعرها غالي كوفي ماشين. وفيه عندنا الروتين نشتري ب8 عشان نعرف الساعة كم، من الساعة 1 الى الساعة 4 ما يكونون موجودين في البيت. طيب خلنا نروح من الساعة 1 الى الساعة 4 بي ام، لا اي ام، الحمد لله نكتب لي مرة ثانية عشان ما اجيب العيد. طيب خلنا نرجع ونشوف النوتس، بيت 112 يطلعون الساعة 1، لا تقريبا الساعة 0 ام. كيف 0 ام؟ هذه جديدة علي، يعني قبل 1 ام، يعني 12 ام يطلعون من البيت، واحد منهم واحد يبقى في الكيتشن في المطبخ. انا اصلا اريد ازر في المطبخ، ولكن في نفس الوقت ما ودي اوصل متأخر، فخلنا نام لين 12 ام. 12 ام هذا البيت 112، لو وقفت هنا راح ينادون الشرطة وسوالف طويلة، فخلنا نوقف هنا لأنه ما حد في البيت صح؟ سبحان الله ما في أحد عند البيت، خربتها والله، وقفت على طول عند دخلة البيت. لا انكسر لوك بك يا ولد. أوف، الساعة كم يرجعون البيت؟ هذا بعد شوي صح؟ وش كنت ابي؟ المطبخ انا صح؟ يا الله، افتح يا حبيبي المطبخ، هذا هو شيل. الحمد لله انه يحطه في الشنطة، بس عبى ابو الشنطة يحطون فلوس على طاولة الطعام. عيال نعمة وربي عيال نعمة. طيب هذا ما احتاجه لانه رخيص. انا دخلت من هنا، غرفة النوم اكيد فيها شغلات حلوة. ما عندهم شيء. وش الجزمات هذه اللي في دروج غرفة النوم؟ بس يلا افتح افتح افتح، ما في شيء مهم. هايدنج سبوت، لا 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 لا، ما لي دزمن. لوحة شيل يا حبيبي، لا لا هذه سالفة طويلة، خلاص خلاص حطها حطها. يا الله اللوحة يمكن غالية يا جماعة، اشيلها ولا ما اشيلها؟ ما ادري صراحة. حطها هنا اول شيء. الكره الارضيه ما يمديني ازرفها، خلينا نشوف شغلات الثانيه وش يمديني ازرف. احط في شنطتي، في مكان واسع بشنطتي، لازم ازرف. معي وقت معي وقت، هدي ريلاكس 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 يا حرامي ريلاكس. هذا ما يمديني ازرف شيء هنا. ايش هذا؟ الشطرنج، شيل يا حبيبي. طيب حلوين، تعبت شنطه لا لسه. اوه هذه تحتاج لوك بيكنج ليفل 4. طيب فلوس هنا، ما في اي فلوس يا جماعه، لا تستهبلون ما عندكم فلوس. طبعا الدروج هذه سالفتها طويلة لما تفتحها ولا فيها اي شيء. يا شيخ وش مفقرين هذا؟ لا فلوس فلوس، ايوه ايوه هذا اللي ادور عليه، ايوه تروفي مدري ايش، ايوه شيل. ما في شيء هنا، ما في شيء هنا. كم الساعة؟ والله خلاص قريب يرجعون، خلاص انفنتوري فل. اللوحة وين رميتها؟ اللوحة وين رميتها؟ اللوحة هنا.
ودخلت من هنا صح؟ ارمي اللوحة وطفي الفلاش وسكر الباب وامشي يا حبيبي. امشي 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 امشي. سرقة جميلة صراحة، سرقة مناسبة مش بطالة. نشوف كم نطلع منها. يا ربي يا ربي يا ربي يا اخي، حسبي الله عليك. ايوه ايوه ايوه، يا سلام على اللعبة. يوم تقلش وتخلص امورك سريع سريع كذا، سكر الباب، خلك انسان محترم، واركب موترك بدون ما حد يبلغ عليك. اتوقع الحين مفروض يعطيني ايه، مفروض يعطيني ايه. نشوف هوم يا حبيبي، ولا مفروض اروح على طول باون شوب عشان نبيع الشغلات اللي معنا. مفروض ايه، بي مقبول. يلا اوكي، ريمبر تو سبند ليفل اب. طبعا الكوفي ماشين جبته فوصلنا ليفل 6 سكيل بوينت يا حبيبي. قبل لا انسى على طول، كلايم فينس ليرن يا حبيبي. سكيل بوينت عندي 2 وباقي لي واحدة. وش نشتري الشيء الثاني؟ ايوه 25% مور باك سبيس. هذا اهم شيء عندي، انهم يوسعون الشنطة عشان نعرف نزرف شغلات كثير. وفيني يتصل، خلنا نسمع وش يقول. Hey, you know what else ain't broke is Greenview 104's windshield. ابشر ابشر، سهالات سهالات. تم يا رجال. يقول لي كسر سيارة بيت 104، فمشاكل او مشنات انتقامية مرة ثانية، وتعطينا فلوس كثير على الفكرة. يعني مثلا الحين السرقات اللي وصلتنا، دقيقة، كم وصلنا فيها؟ بلاك باي، دقيقة، بيت 114 صح؟ السيارة حقهم كان يبي، ايه بيت 104 بريكا ويندو، لا مش هذا، بيت 114 اتذكر، ايه هذا، ايه هذا بريكا ويندو 104، 200 دولار، والله مشينات يعني بسيطة، 200 دولار تجمعها بسهولة، ولكن تاخذ شوية وقت. على العموم الحين الشغلات هذه اللي جبتها هنا في البيت الاخير ليش طلعت؟ نروح البلاك باي نشوف الشغلات. مثلا التروفي هذا 18، ما في شيء ثاني هنا. كاربارت ما عندنا، كيتشن ما عندنا، كيف الكوفي؟ وين الكوفي ماشين؟ كوفي ماشين ممكن لازم في المحل هذاك. خلينا نشوف اللوحة هذه بكم اشتريها. في حركة غبية ان الباب ما يتم مفتوح. ويلكم باك، ويلكم باك. طيب عندي اللوحة هذه اللي مهب راضية تنحط. كم تشتريها؟ ب40، والله ولا على التلتيه، بس يلا. كوفي ماشين 200، حلو، 200 دولار كثير والله. بتشست توقعتها اكثر، لكن 30 دولار مجرد لعبة. طلعنا ب1500، والله بدينا نريش، بدينا نصير بطرانين. هذا كله وللحين ما سرقنا اجزاء من السيارات وكذا، فانا متحمس كثير ان شاء الله يوم نوصل الى الحي الجديد ونسرق منهم سيارات وهذه الامور. اللعبه فيها تفاصيل كثير للحين ما وصلنا الى نصها يمكن، وصراحه متحمس اني انزل عنها اكثر. اتمنى اذا اللعبه نالت اعجابك لا تنسى نشر المقطع والاشتراك واللايك، ونشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا من القلب لكل من دعمني، وبس هذا كل شيء. هاف ا نايس داي يا حبيبي، وبيننا على كل خير ان شاء الله. سلام عليكم.